رشاد علي من مجوهرات قحطان في دبي. ممكن بس تديني نبذة صغيرة عن شركة قحطان؟ نعم، مجوهرات قحطان احنا شركة مؤسسة في دبي. تأسسنا في سوق الذهب اللي هو في دائرة من سنة 1982، مؤسسة في غرفة التجارة والصناعة في دبي، مختصين في تجارة المجوهرات، صناعة المجوهرات، وأيضا القطع الساعات الثمينة في من ناحية بيع وشراء الساعات المستعملة بعد، وكذلك نلبي يعني كل طلبات الزبائن من أوردرات، عفوا طلبيات صغيرة أو كبيرة يعني. نعم، أول مرة تشاركوا في المعرض؟ مشاركتنا بهاي المعرض هي الثانية من بعد طول الغياب من 10 سنوات تقريبا، فإن شاء الله المرة هذه، بما أنه إحنا هالمرة يعني سبونسرز في المعرض هذا في عند الانترنس مثل ما تشوفي، إحنا عاملين سبونسرشيب، فإن شاء الله ننال أكبر عدد من الزائرين يزورونا ويشوفوا شو إمكانياتنا يعني إن شاء الله، ونسأل الله التوفيق. في معارض تانية بتشاركوا فيها غير معرض الأسبوع المجوهرات؟ حالياً هذا أول معرض قاعدين نشارك فيه في على مستوى يعني الخليج، وإن شاء الله إحنا نحاول بعد نسوي معارض إحنا الأورجنايزرز نكون بتاعها، وفي تاريخ 21 و 22 في معرض الساعات إحنا قاعدين نغطيه، فإن شاء الله ربنا يوفقنا فيه إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق. سؤال لحضرتك، بشايف الماركتينج في الإمارات أو in general، حضرتك بتشتغل بأي طريقة؟ مجلات وحاجات برينتد ولا كله أونلاين؟ الماركتينج اليوم صاير كله السوشيال ميديا هو اللي لاعب دوره، فبدون ذكر أسماء السوشيال ميديا فمعروفة يعني. الناس أكثر يتابعوه من ناحية أنه أسهل على الموبايل وهالأمور من تصفح مجلات وهالأمور، فالسوشيال ميديا هي اللي صايرة ماخذ الحيز الكبير يعني بذوق الزباين. كده عندكم سوشيال ميديا قوي؟ عندنا، وإحنا قاعدين نحاول يعني، ولو أنه إحنا شركة بسيطة يعني، بس إن شاء الله يكون أثرنا كبير. إحنا قاعدين عندنا على الويب سايت ولهذا نحاول، وكل مجتهد إلى نصيب إن شاء الله. شكرا جزيلا.